إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من التغير اللي حاصل في المملكة الإعلام، التعامل مع الإعلام. زمان وأنا بكلمكم راجل باجي سنوات، يعني كانوا هنا الأشقاء بيقلقوا من التعامل مع الإعلام، بيقلقوا. خلينا نتكلم بصراحة، يعني ما أنا بقول لكم من التغير حاجات كتير بتتغير، بتتغير للأفضل، تاني للأفضل. فمثلا يس إنك تصور في مكان أو تروح في مكان أو تطلب تعمل لقاء مع مسؤول أو كذا، عملية صعبة وربما مستحيلة، كانت من المستحيلات. إلا الإعلام بس الخاص بالمملكة، الإعلام الرسمي يعني التلفزيون السعودي وخلاص، غير كده بيبقى عملية صعبة. النهار بقالهم ثلاث سنين الدنيا بتتغير، السنة دي أكتر تتغير للتاني. السنة دي الإعلام وإحنا كقناة صدى البلد موجودين، وزملائي اللي أنا بشكرهم بقالهم كم يوم موجودين هنا وعاملين شغل، راحوا أماكن كان من المستحيل إنه حد غير سعودي يدخل فيها. يعني لما تروح غرفة عمليات متابعة الحرم المكي الشريف، مستحيل حد يدخلها ولا حد يصور. دلوقتي احنا صورناها وهتشوفوها معانا، موجودة معانا ومتابعة، وبيراقبوا الحجاج وفين والطواف والسعي وموجودين فين في الحرم والازدحام ايه وايه، كل حاجة بالشاشات متابعة. غرفة عمليات كان بقول لحضراتكم دي من المستحيلات كانت تحصل قبل كده. كمان انه مع المسؤولين السعوديين الوزراء، وفي وزير الاعلام التركي الشبانه وزير الاعلام السعودي، عامل كمان تسهيلات كتيره لوفود الاعلاميه اللي جايه من الدنيا كلها، ويمكن اكبر وفود الوفد المصري، وفد الاعلامي المصري، عدد كبير من القنوات، ربما 7-8 قنوات، منهم قناتنا طبعا صدى البلد، وعدد من الاعلاميين، رؤساء مجالس الادارات، رؤساء التحرير، كبار كتاب، صحفيين موجودين. وايضا المسؤولين في الاعلام هنا في المملكه بيقدموا كل، والله ما في حاجه الا والناس يعني تيسيرات كبيره، انه في الاخر عايزين ايه؟ عايزين شغل، عايز تعمل شغلك، تبعت شغلك في توقيتاته، الحاجات اللقاءات او تصوير ما يبقاش فيه حظر على حاجه. فهم ومعاك بتتحرك في المطار، امبارح زملاء موجودين، احنا وصلنا في الزملاء بيتحركوا بالكاميرا في المطار، مرافق موجود بيصور كل حاجه. يعني ما فيش حاجه في المطار قال له ما تصورهاش مثلا قبل كده. اصلا انك تدخل كاميرا كانت قصه تانية خالص، النهارده تدخل الكاميرا وتصور وطواقم التصوير تبقى موجودة وتروح الأماكن اللي كان غير مسموح إنه أي حد غير أبناء المملكة يدخلها أو يتواجد فيها أو يصورها. ففيه زي ما بقول لكم حركة كبيرة موجودة. وهم كمان بيقولوا لنا امبارح واحنا بنتكلم معاهم، قال لك لا ده كمان لسه هتشوفوا الإعلام في المملكة يعني بيشتغلوا طبقا لرؤيتهم اللي جايه، يعني بيعملوا حاجات كمان داخل المملكه في مجال الاعلام مختلفه تمام. يعني حتى هم اولا اعلام جايين، اعلام دولي، اعلام عربي واعلام محلي موجود، ويعني لمتابعه وتغطيه مناسك الحج. وكمان يوم وقفه عرفات ان شاء الله واحنا هنبقى موجودين، و يعني هيثم زميلنا هيبقى موجود كمان، طيارة، في أكتر من طيارة، مش طيارة واحدة، أكتر من طيارة، هيكون طواقم التصوير المصورين موجودين في الجو بيصوروا ضيوف الرحمن في وهم على صعيد عرفات. ده ما كانش بيحصل، على الأقل كانوا بيعملوا هم بس للإعلام بتاعهم، للتلفزيون بتاعهم فقط. النهاردة لا، يبقى قناة صدى البلد موجودة، قنوات أخرى موجودة. هو ده التحول اللي بيحصل. هو عايز كمان في اهتمام، وانا لازم احيي هنا كمان وزير الاعلام السعودي استاذ تركي الشبانه، لازم احييه، لان زي ما بقول لكم هم عارفين دور الاعلام.
الإعلام هو بينقل الحقيقة بينقل، وهم عايزين كمان مش يبقى قاصر على الإعلام، لا يبقى كل الإعلام بينقل هنا، كل الإعلام الدولي، الإعلام الدولي قنوات الشهيرة كلها موجودة.